محطتنا الختامية لليوم، نرمين كتير مننا عنده ظروف بحياته أو منغصات، إن كانت اقتصادية إن كانت اجتماعية بحياته اليومية، ولكن هو مجبور إنه كل يوم ينزل على الشغل ويقابل ناس كتير، منهم أصدقاء ومنهم يمكن ما كتير بحبهم. شو هي الطريقة الخطابية الصحيحة، أو فينا نقول بالعامية المسايرة، كيف فينا نساير، كيف فينا يمكن نشكل حالة اجتماعية مهمة بحياتنا ونفصل عن العقبات يلي موجودة بحياتنا اليومية؟ رح نحكي أكثر عن أتيكيت التخاطب مع الأستاذ نصر خضر. أهلا وسهلا فيك، يسعد سهلا صباحك. بحضرتك، اهلا تسلمي وسهلا، سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. وصباحك يا رب. يعني لما نحكي نحن عن طرق التواصل بين الناس، في عنواننا دائما بيكون هو الاتيكيت. الناس يمكن بتفكروا انه هو نوع من انواع الرفاهيه، ولكن هو اسلوب للخطاب او التعامل مع الاخرين. خلينا نحكي يمكن عن نبدا مع شخص بنقابله لاول مره، شو هي الخطوات اليوم اللي لازم نتبعها لحتى يكون في طريقه تعارف صحيحه؟ بالبداية يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. هو موضوع كتير مهم، وعلم الاتيكيت هو فن التصرف الراقي، وهذا الرقي يعطي تميز، وهذا التميز يجعل الآخر يتقبل الشخص الذي يتعامل بطريقة اتيكيت. هذا التعامل يجب أن يكون مع جميع الناس دون استثناء، مهما كانوا مقربين، إن كانوا أبناء أو أهل أو أصدقاء أو ناس لأول مرة بشوفهم أو رسميين للغاية. بكل الحالات هي عملية كسب لهؤلاء الأشخاص. نحن بهمنا الوضع الاجتماعي، الإنسان ككائن اجتماعي يجب أن يكسب جميع الناس، ياخذوا عنه الانطباع الجيد، هذا بيعكس شيء إيجابي من نفسيتهم وأدائهم العملي بشكل عام. نعم، يعني خلينا نحكي على عفوا على صعيد كل حدا فينا، كيف فينا نعمل اتيكيت مع حالنا بطريقة الفصل ما بين المنغصات الحياتية اليومية وما بين يمكن المسايرة بالشغل، ممكن بالاجتماعات اصدقائك؟ طب هلا بكل الحالات نحن لازم نحط بالهدف امامنا الوصول الى السعاده. السعاده دائما تنعكس ايجابا على جميع النتائج اللي نحن بنحققها. اول شيء لازم اترك كل منغصاتي ببيتي، بالبيت مباشره، الابتسامي انا مباشره مرافقتني بكل الاحوال، مهما كان الكلام اللي خارج اذا كان بترافقه ابتسامي بيعطي انطباع افضل من انه الكلمه الحلوه مع هذا الشخص يكون عبوس او شيء من هذا القبيل. لكن عمليا انا لما بدي اتعامل مع اي شخص اول شيء بادر الى السلام، وكلمه السلام يعني اللا عداء بشكل عام. حتى التشيك هاند كثير مهم، لما انا بدي سلم بهي اللي بسموها يعني بلحمه بضغط بيقولوا انه شوي الكف بتكون تمام، بدها اخذك تكون هي الكف. اللحمه، هي اللحمه، هي بدها تكون واصلة تماما، حركة أو تنتين بدون ضغط مؤذي أو فرجيني إلى آخره. هيك تمام، بس بدها تكون هي الإيدين إيدها بدها تكون على صغيرة مستوى واحد، وبردة. إيدين على مستوى واحد وما تكون لفوق أو لتحت. كيف لما هيك أنا بدي بابا؟ نزل هيك إيدي بدها تكون سوا تمام، هيك باتجاه هيك صحيح تمام، بس هي هذا اللحمة الإبهام هون. بدها تكون بالأول لفوق بعدين بمسك، حركة تنتين واحد بدون ما اثنين. أضغط كثير وبس. اوكي، تمام، ما وإذا بصير أنا ضغطت لا كثير نزل شو إيدي، يعني؟ ضغط كثير ما بتكون إتيكيت. يعني هون ضغط بمعنى شو؟ لا، اذا بدي اضغط زياده يعني بما معناه انه انه انا اقوى عم منك. اثبت له انا قوي او عم يعني ضعف شخصيتي بدي اعكسها بهذا الموضوع. فدائما بسلم بيكون بطريقه سلسه جدا. طبعا في ظروف لازم سلم فيها وفي ظروف ابدا ما بيصير سلم. لما بتكون شو الظروف سيده اللي ما لازم سلم ما فيها؟ لازم، اذا كانت سيده، السيده هي من تبادر الى السلام. اثنين اذا كان قديه شخص نحن بنتعرض، يمكن هاي النقطة بدي اوقف عندها، قديه بنتعرض بالمجتمع ايضا الشرقي. الشخص اللي بيكون اعلى مستوى اجتماعي او مركز هو من يبادر الى السلام. ما بيصير انا ثلاثة ومهم كثير 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 هذا الموضوع، انا ما بيصير مد ايدي لحدا اذا كانت ايدي متعرقة او لابس قفازات او شفت شخص اخر حامل بالايدتين، ربما لا يكون عم يشرب وبيسلم. معه سيجاره، بدي احرجه بده ما عاد يعرف. بيسلم. فمن المهم كثير موضوع المصافحه، خطير وخطير جدا. كثير ناس بتسلم بتعرفي شوي هي بلا ما تكون ابدا من طرف اصابعه. يعني نحن بالبادي لانجوج كثير مهم ندقق، حتى بالمحادثات السياسيه او الرسميه بنشوف مين الشخص المسيطر او صاحب القرار من خلال هي التفاصيل، ان كان بالسلام تمام،
احيانا بتلاقي شخص مد ايده شوي، الثاني مد ايده كثير، كل هالتفاصيل هي بتاثر. طبعا بموضوع التعريف كثير مهم انا اعرف الشخص عن حالي، اسمي بشكل كامل مع صفه، هي لاول مره عم نحكي، لاول مره طبعا، لاول مره مع صفه، طبعا الاخر بيرد علي بنفس هلا انا ممكن يكون لقاء ثاني بس انا الشخص نسي اسمي او نسيت اسمه، كثير مهم اعرف عن حالي مره ثانيه مشان خليه هو مشان يعرف هو عن ما اسمه، ينحرش، مشان كمان هو ما ينحرش، يعني وقتها الواحد بينزنق وبينسى انه تماما. شو اسم فانا ما المقابيله، بيقول له مثلا انا مفروض ليان انا خاص، ساعده. بيقول لك انا نصر، بتعرف حضرتك التقينا بالمره الماضيه، بيقول لي اكيد انا بعرف، ما حيقول لي نسيت اكيد. تمام. فمهم كثير هذا الموضوع. طبعا انا بدي اتعامل مع شخص من هذا القبيل، اول شيء ما لازم افتح اي موضوع بيعمل حساسيه، ان كان موضوع الدين او السياسه او الجنس، اكثر شيء بيعملوا حساسيات، او اتطرق الموضوع لمواضيع المالي كمان من اول الجنس، هذا بالجنس المواضيع او الماليه الوزن ابدا، هي ابدا سمناها مو مفروض تنفتح يعني. يعني هي فكره اللي دائما يمكن بيطرحوها، يي سمناني، اي تمام، يي هي المواضيع قديشك نحفاني، خاصه هي ما بسمعها يعني اذا بس سيده سمناني. عندها حاله وفاه مثلا، نفتح موضوع مزعج مثلا، صحيح. او اسف يعني سيده مطلقه، افتح موضوع الطلاق او شيء كثير مؤذي هاي الاسم. فدائما وابدا ابحث عن المواضيع العامه والمريحه الشامله اللي ولا بتعمل اي خلاف بينه وبين الاخر. نعم. هذا الموضوع مهم كثير. كيف ايضا في حساسيه ببعض المواضيع ايضا، خليني اسال حضرتك يمكن عن موضوع الاصدقاء المقربين، دائما كونه العلاقه بتكون كثير تمام. كسرنا فيها حواجز، فكثير بنعاملهم بتلقائيه، لازم يكون في موضوع الاتيكيت بينات ما في الاصدقاء شك. المقربين، ما في شك، شو الشغلات لازم لانه نتجنبها؟ المشاكل تراكميه بتصير، مشاكل تراكميه. انا برايي الشخصي ارى انه لما بتعامل مع شخص مهما كان مقرب بطريقه لبقه باتيكيت بيحترمني اكثر، لانه بعد شوي بيصير كشف لبعض مثل ما بيقولوا المستور، لانه ما بيدوم شيء، بعد شوي بيجوز بقى يبلش بالفضائح، اسف على التعبير يعني، بس هذا واقع. لذلك كثير مهم انا احتفظ لحالي باشياء بتخصني انا تحديدا، مو ملزم الاخر يتحمل اذا كانت سلبيه ابدا، اما اذا كانت ايجابيه ممكن افتحها بشرط ما يعمل مقارنه تاذي نفسيا. انا اليوم والله ربحت مبلغ مالي كبير، بجوز وضعه المادي كثير تعبان، او عملت كذا او الى اخره، احكي له عن نجاحاتي؟ لا، فيني احكي عن نجاحات ممكن يشاركني فيها. نعم. يشاركني فيها، دائما بقول له اتمنى لك انه نحن سوا بنعمل، نحن كذا لازم الى اخره، بنوصل يعني بوصله معي نفسيا كانه هو عايش الوضع اللي انا عايش فيه تماما. نعم، استاذ قبل ما نختم لقائنا لليوم لانه الوقت انتهى، خلينا بالختام نحكي عن كيفيه التعامل مع زملاء العمل يلي انت كل يوم عم تشوفهم تقريبا 8 ساعات، عم تشوفهم اكثر من أكيد. اهلك، يمكن كيف فيك تفصل بين اذا عندك مشكله ما فيك تتعامل مع هدول الاشخاص؟ في كثير منغصات يمكن بالعمل، كيف فيك تكون صاحب مبدا او اتيكيت صحيح اجتماعيا مع زملائك بالعمل؟ تمام، قد يخطئ بعض الاشخاص معي، يتصرف اي تصرف غير لبق او غير منطقي يؤذي، ممكن انا جاوبه بطريقه اخرى. اول شيء احكي شيء ايجابي مشترك بيني وبينه، شيء مشترك ايجابي بيني وبينه، هذا بيهدي شوي من الستريس اللي بيكون موجود عنده، وبلش بعدين نوع من المعاتبه من اجل، ليس النقد او الانتقاد وانما من اجل انه نحن نحل هذا الموضوع. انا لا يمكن اتخلى عنك، انت صديقي، قد انه تخطئ لكن بنبقى رفقه، بنبقى اخوه اللي بدك اياه، بس ما بيصير بقى يتكرر هذا الموقف. طبعا مع ابتسامه ما بيصير انا احكي معه بطريقه وانا عبوس او كذا، يعني كثير مهم يشعر انه انا ما بدي اخسره. بعد شوي بعد ما يهدي هدي، طبعا انا ما بقول له ليش معصب او لانه حتزيد عليه، دائما بدي اقول له، بدي سمعه بعد شوي انه لا، نحن بدنا نحافظ على العلاقه، انت تصرف تصرف اكيد ما بتقصده، بس ما لازم يصير مشان الاخرين، وانا بدي احافظ عليك تتحافظ علي. نحن بهذا الموضوع بدنا ايضا المنغصات، ليس بالضرورة أن يكون كلامه أو الزيارات بالمكاتب أو الأماكن الأخرى، قد يكون مكان مفتوح، البليس اللي أنا بكون موجود، المكان اللي أنا بكون موجود فيه هو حيز يعتبر مكتب، قد يكون مفتوح جنبي زميل تاني عم يشتغل أيضا عنده ضيف آخر، فنحن دائما وأبدا نتعامل بالطريقة الراقية جدا، ما بيصير نحن نوصل المعلومات الخاصة اللي بتخصني أو بتخص الشخص الآخر
للجار او الزميل الزميل الثاني الموجود بمكان العمل. ومثل ما قلنا نفتح اي مواضيع خلافيه ابدا، نتكلم عن الاشياء المشتركه الايجابيه دائما، ثم الامور اللي ممكن تكون خلافيه بنحلها بطريقه لما بيكونوا الطرفين في هدوء. نعم. يعني احوج ما نكون بهذا الوقت للاتيكيت ولحسن التصرف مع الاخر. ضغوط يمكن كثير بنمر فيها بحياتنا، فما بدنا نزيد هم اللي مقابلنا، لازم بالعكس نكون قد ما فينا سبب لسعاده او راحه أكيد. نفسيه. بدنا نشكرك كثير الاستاذ نصر خضر، وانت حضرتك خبير بالاتيكيت، شكرا كثير لك ولكل المعلومات يلي قدمتها. شكرا لحضرتكم، شكرا للاخباري السوري، نحن بنتشرف كثير انه احنا عم نهتم بهذا الموضوع، موضوع كثير مهم. انا برايي جزء من الطب النفسي، الطب العلاجي، العلاقه الاجتماعيه الناجحه، سوريا رائعه بهذا المجال. نعم، شكرا كثير لك، شرفتنا.